صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى Oh.
Yeah, no.
وطن ليوليدي لغيرك مساء وصباح صلاة ليوليدي دوينا ونور الحين أوينا نور الحين أوينا ونور الحين والذليل ولما نظام فيكم من الاوصاف ولما نظام فيكم من ضراري الاوصاف محمد القودا وجه الله وسلم لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يجعل سعي مشكورا محمودا ويطبع عملي بالعمل المقبول وتوجهي بالتوجهات الخالصه والصلاه الموصوله اللهم يا من اليه والامن قد دعا الله وله وعند بعزته وحق الرعاة وعشاها منه القيوضات الغامره نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة بأمانتك وفي سرك وحامد راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر واسم أمدادك في عبادك وساقي نور شانك الأهل بلا سيد الكونين وشبه الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اضطرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك يا الله بشر مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوار وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين رقايتك وأن تبلغنا وذرياتنا من شر القرب إليك يا الله وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمة خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران للمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمر ما أمر وأن تجعلنا وذرياتنا ممن نصر هذا الحبيب وغاسره ووالاه وظاهره وعم البركة وشريف بيده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدبر الدين القلب جميع أقوال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عن عبادك المؤمنين اجمعين واقض شر معطينا الظالمين وابذل العدل بولاة الحق في جميع النواحي والاقوام واجدهم بتاييد من عندك واصل على المعانين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحزن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحزن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحزن من جميع البلايا
الهز المكين من الذنوب والخطايا، وأتمنا في العمل بطاعتك وصدقي في خدمتك قائمين. وإذ وفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذ وفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذ وفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. واختم لنا منك بالخير أجمعين، وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى جنسان الأنوار والقلوب وعلى آله وأصحابه من غير منصور. واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.